ضيفنا النهارده واحد من ابناء الاهلي المخلصين جدا، صديقي العزيز كابتن احمد صديق. منورنا يا ابو حميد. ازيك يا كابتن اسامه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير، انت وحشنا كتير والله. ما شاء الله لسه بكامل لياقتك واناقتك. نتعلم منك يا كابتن اسامه. تلعب كوره ولا؟ طبعا اكيد يعني. باستمرار طبعا بنلعب خماسي، وفي نفس الوقت طبعا خلال الشغل في شغل التدريب طبعا بيبقى على طول في نماذج بتشتغلها مع الفرقه، والواحد يعني عشان كمان حابب كده فبيبقى مبسوط قوي، حتى ما بيصدق يبقى في تقسيمه ولا حاجه من الحاجات الصغيره اللي انت عارف فيها. طبعا طبعا يعني. احمد صديق اتجه لمجال التدريب، اول ما بطلت كوره بدات تدخل في مجال التدريب. طبعا بس بشكرك وبشكر كل اللي موجودين في الاعداد والاخراج على المقدمه الجميله دي، يمكن ببقى سعيد طبعا وانا بسمع اي حاجه تخص او تربط اسمي باسم النادي الاهلي، لان يعني طبعا اسم النادي الاهلي اسم كبير وشرف لاي حد، فببقى سعيد جدا جدا لما اسمي بيتذكر حتى ان انا جزء ولو جزء بسيط من منظومه كبيره زي النادي الاهلي، فدي كانت مهمه جدا ان اقول الكلام ده يعني. لا انت تستحق صراحه كل التحيه وبمواقفك كمان اللي حصلت في والله النادي. والله مش عايز اقول لك يا اسامه، انا من اكتر الحاجات اللي ما بحبش انها تتقال، والله العظيم والله العظيم مش كلام اعلام ولا كلام شو، فعلا ما بحبش الموقف ده يتذكر، ببقى مكسوف جدا الموقف ده بيتذكر، انا شايفه ده الطبيعي. فيعني ده الطبيعي، بس واحنا في الزمن دلوقتي علشان الاجيال الجايه لازم تسمع الحكايات الحلوه الحقيقيه اللي بتحصل في النادي الاهلي. بص زي ما انت بتقول الانتماء ده شيء مهم جدا جدا، بس الحب ده بيبقى بيجي من القلب فعلا مش كلام يعني. انا مش عايز اذكر موقفي، اللي انا شايف موقفي ده في ناس كتير او ناس كانت موجوده في الفرقه في الوقت ده عملته، بس هو يمكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يمكن الكابتن سيد يذكره بعد اكتر من 8 9 سنين، لكن انا بيني وبين نفسي ما بحبش انه يتذكر خالص، ما ببقاش مبسوط وهو بيتذكر، لان دي حاجه داخليه وعملتها بنابع اخلاص وحب للنادي الاهلي، فانا شايف ان حاجه طبيعيه جدا 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 يعني. المبلغ كان كبير صح؟ ما اقدرش اقول كان كبير لان مفيش حاجه كبيره يعني، مفيش حاجه كبيره طبعا. بص يا اسامه بجد مش كلام يعني، احنا لولا وجودي او انتمائي للنادي او ارتباطي هو الموقف، بس علشان المتابعيننا دلوقتي كان الكابتن احمد صديق كان في وقت ايقاف الدوري كان في جزء من مستحقات اللاعبين هيتخصم، احمد صديق كان خلاص يعني رحل عن النادي الاهلي، فرجع له الكابتن سيد عبد الحفيظ وقال له انت مشيت عن النادي الاهلي مستحقاتك دي هترجع لك، فهو اصر وقال انا علشان النادي الاهلي لا انا متمسك ان الفلوس دي تتخصم مني رغم رحيلي عن النادي الاهلي، انا بخص الفلوس دي بتتخصم يعني حبا في النادي الاهلي. بالظبط كده، يمكن انا اول لفظ جه على بالي في وقتها وتلقائيه طبيعيه جدا، انا قلت لا انا يعني عملت كده حبا في النادي الاهلي مش عشان انا موجود في النادي الاهلي او لا يعني. الغريب انك انت ما اتكلمتش خالص في الواقعه دي على مدار 8 9 سنين، ما اتذكرتش في الاعلام، ما اتقالتش في الصحافه، احمد صديق حتى شخصيا ما طلعش ولا قالها، لكن اللي قالها وبروزها الكابتن سيد عبد الحفيظ. ما انا بقول لك هو لو قعدت 100 سنه عمري ما كنت اذكر حاجه زي كده، وبالعكس انا دلوقتي ببقى عندي حياء بجد لما بدي تتذكر في اي موقف انا موجود فيه يعني. انا معاك على الهواء دلوقتي ببقى مستحي فعلا بجد مش كلام ان موقف زي كده يتذكر، لان انا بقول لك انا شايف انه ده حاجه اقل من الطبيعي واقل من العادي. النادي الاهلي هو اللي عملنا وعمل اسمنا وخلاني موجود معاك دلوقتي وموجود في كل القنوات وبقيت مدرب وحاجات كتيره، وبقيت بمشي في الشارع الناس تعرفني، فكل ده مش ببلاش يعني، كل ده بارتباطك او بانتمائك للنادي الاهلي، فاكيد النادي الاهلي عمل لنا كتير جدا جدا يعني. ابتديت مشوارك بعد ما بطلت الكوره ايضا برضه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي واتجهت لمجال التدريب. يمكن كانت البدايه وبشكر عليها كابتن سيد حفيظ لانه كان ليه دور كبير جدا فيها، ان انا مجرد ما كنت على طول باخد رايه في حاجات كتيره جدا يعني. ففي الوقت ده كنت لسه وكان عندي فرصه ان انا اكمل، لكن هو قال لي لا. هو عشان الكابتن احمد صديم الفيوم كابتن سيد عبد الحفيظ من الفيوم. لا كابتن سيد كابتن سيد اخ كبير بالنسبه لي ويعني شرف كبير جدا طبعا. جدا لان هو قدوه ليا في كل حاجه، وانا ببقى سعيد جدا ان في اي خطوه او اي قرار بنسبه كبيره برجع له هو او باخد رايه في الاول. فكان هو ليه القرار الاكبر او الافضل بالنسبه لي انه يقول لي لا تعالى دلوقتي. وبالفعل قررت ان انا بطل دلوقتي وبدانا في اكاديميه النادي الاهلي. بدات مدرب وبعد كده الحمد لله يمكن فتره بسيطه. اكاديميه الاهلي فرع ايه بقى؟ لا اكاديميه الاهلي في الامارات الاربع فروع. كان عندنا اربع فروع الحمد لله يعني، بعد كده ما طولتش الحمد لله بعدها على طول بقيت مدير الاكاديميه ومدير الاربع فروع لمده سنتين الحمد لله. خبرات كبيره برضه. طبعا طبعا هي الميزه في الاكاديميه يا كابتن اسامه زي ما انت عارف هي فيها شغل انك بتاخد خبرات اداريه وفنيه مش فني بس. والواحد فعلا عشان تدخل مجال التدريب محتاج الاداري والفني والطبي وكل عشان تعرف تاخد القرار. طبعا طبعا. فدي من الحاجات اللي فادتني جدا 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 ان انا استفدت اداريا وفنيا
وحتى ماليا يعني يمكن انا كنت ببقى بنسبه كبيره برضو ما بتدخل في الماليات والاداريات والمصاريف وكل الحاجات دي انت عارف يعني فكره اكاديميه كامله. وبعدين عن 4 فروع وفي دوله كبيره زي دوله الامارات والحمد لله حققنا نجاحات كبيره جدا بفضل الله. كويس. بعدها على طول القرار ده برضو اكيد جه من مجلس اداره النادي الاهلي وكان في تواصل من الكابتن خالد بيبو اللي برضو بشكره بشكل كبير جدا لانه كان له وجهه نظر والامانه افادتني جدا. قال لي لا تعالى دلوقتي القطاع. انت عارف الوقت اللي كنت موجود فيه في الاكاديميه كان هو مدير الاكاديميات. لما مسك مدير رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي في الوقت قال لي تعالى الوقت ده انسب ليك وبرضه تاخد خبرات بشكل افضل وتقرب اكتر من المجال الفني. وبالفعل اخدت بمشورته وقضيت سنتين فرقوا معايا بشكل كبير جدا جدا. كنت مدير فني الفريق 2010؟ لا في الاهلي. لا 2006 و2008. 2006 و2008 اشتغلت في الاول مع كابتن سيد غريب وده برضه من الناس اللي فادتني جدا جدا في النادي وانت عارف انه اسم كبير جدا في قطاع الناشئين. بعد كده على طول الحمد لله بقيت مدير فني وبقيت مدير فني 2008 وجات لي برضه حاجه بحمد ربنا عليها اني برضه كنت مدير فني لمنتخب القاهره وكنا مسافرين اليابان. ودي برضو من الحاجات اللي الحمد لله بتضيف للسي في بتاعك طبعا طبعا. وده حصل برضو من خلال تواجدي في النادي الاهلي. استاذنت طبعا من الكابتن خالد بيبو لانه كنت مرتبط بالاثنين مع بعض. انا كنت ماسك الفرقه 2008 في النادي الاهلي وكنت برضو مسؤول عن منتخب القاهره 2008 لان زمان كان بطوله وكانت بطوله مهمه لكن كورونا غيرت الامور شويه فما حصلش نصيب يعني. بعد كده الحمد لله جات لي فرصه او نقله ثانيه برضو من خلال النادي في الجونه نادي الجونه في الدوري الممتاز مع الكابتن تامر مصطفى اللي بشكره بشكل كبير جدا لانه اضاف لي كتير جدا ودي كانت نقله برضو اكيد انت عارف زي ما انت قلت هي خطوات ابتدت من الاكاديميات بعد كده قطاع الناشئين بعد كده بتبدا تاخد الدوري الممتاز طبعا والحمد لله ده حصل مع جهاز محترم جدا بقياده الكابتن تامر مصطفى والكابتن رضا الفداوي والكابتن طارق سليمان اللي كان ليه الدور الاكبر اكيد ان هو كان ليه الدور الاكبر انه يرشحني للكابتن تامر مصطفى. الحمد لله ادينا بشكل كويس جدا واستفدت من اسم كبير زي الكابتن تامر وعنده فكره راجل مثقف ومحترم وما بيبخلش عليك بمعلومه. بعد كده نقله ثانيه الحمد لله كلها خطوه بتجيب خطوه مع كابتن حسام البدري في الجزائر وفاق الصيف الحمد لله. وكابتن حسام للامانه من اكتر الناس اللي ادتني فرصه كبيره جدا. كان مديني مساحه كبيره جدا جدا في الشغل. كابتن حسام طبعا اسم كبير جدا يعرفك وانت لاعب واشتغلت معاه وانا لاعب لكن كمان الشغل معاه مدرب حاجه ثانيه يا اسامه بجد. يعني انت اكيد اتعاملت معاه وهو مدير كوره واتعاملت معاه وهو مدرب عام واتعاملت معاه وهو مدير فني. الموضوع مختلف تماما. انا بشكره جدا على الفتره دي لان اضافت لي كتير جدا جدا جدا. يمكن عشان كده دلوقتي الحمد لله بدات اخد الخطوه ان انا ان شاء الله بفكر ان انا ابقى لوحدي او اشتغل لوحدي بعد خبرات كتيره جدا. ما اقدرش اخد القرار ده يا اسامه غير وانا عارف ان انا الحمد لله دلوقتي واقف على ارض ثابته. طبعا طبعا كل الفترات دي انا مش عايز اعتمد على ان انا كنت لعيب محترف طبعًا. لا باخد بالخبرات وبشتغل وبتعلم وبثقف من نفسي وبستفاد من كل جهاز بشتغل معاه. يمكن الحمد لله دلوقتي موجود اكتر من عرض الحمد لله في الممتاز به. يعني قبل العروض انت دلوقتي برضه علشان الفتره دي فتره مهمه عامل فيها فتره معايشه مع كولر. قول لنا برضه الحكايه ابتدت ازاي بالك قد ايه وشايف ممكن تقعد قد ايه مع كولر وابرز الحاجات اللي استفدتها من كولر خلال الموسم الاستثنائي ده. يمكن زي ما انت بتقول يا اسامه انا خدت الامور واحده واحده خلال فتره بعد ما نهينا موسمنا مع في الجزائر مع كابتن حسام على طول تحركت ان انا سافرت دبي قعدت برضو اكتر من فتره معايشه مع مدربين الحمد لله وقدرت اخد السي الاسيوي ودي برضو من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي. رجعت انا شايف ان اداء الفرقه والتطور بالنسبه لي ملفت جدا جدا لفرقه النادي الاهلي فنيا وفرديا فرديا وجماعيا مع مارسيل كولر خلى عندي الشغف ان انا لا انا عايز اشوف الراجل ده بيعمل ايه. لفت نظرك؟ لا طبعا لازم اروح واعمل معايشه عن قرب. دي حقيقه لان انا بقول لك انا شايف في حاجات في شغل كتير جدا بيحصل الناس كتيره بتبص للنتائج بس لكن احنا في الكوره او احنا لو انت مدرب او لاعب ما بتبصش للنتائج بس بص هل في شغل بيحصل ولا لا هل في تطور فردي للعيبه ولا لا هل في تطور جماعي ولا لا. انا شايف ان كل الامور دي حصلت مع مستر كولر فعشان كده خدت الخطوه من غير ما افكر وبشكر برضو اكيد الكابتن سيد واكيد مجلس الاداره في رئاسه الكابتن محمود الخطيب طبعا لان اكيد موافقتهم في ظل ضغط المباريات اللي كانت موجوده دي انا بشكرهم عليها جدا لان الوقت كان صعب جدا وانا كنت محتاجها في الوقت ده كويس لان زي ما اقول لك انا كان عندي اكتر من عرض فكنت محتاج ان انا اكمل كل فكري وكل ثقافتي وبضيف لنفسي كمان مع مدرسه مختلفه مدرسه سويسريه وبنجاحات كبيره جدا بتتكلم تقريبا في 5 بطولات 5 من 5 يعني نسبه نجاح 100%. هنتكلم لسه عن البطولات لكن قول لي بدايه التدريب لما بتروح لكولر اليوم
او الكام ساعه دول بي 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 بيتم فيهم ايه؟ هو طبعا في البدايه انا رحت للكابتن سيد وكان في اجتماع بينه وبينه واستاذنته طبعا وطلبت منه، وبالفعل كابتن ما تاخرش عني خالص، قال فطبعا رجع طبعا اكيد لمجلس الاداره ورجع لمستر كولر طبعا في البدايه، والراجل رحب جدا ما يعني ما ودي انا برضو بشكره عليها جدا. وبالفعل خدني كابتن سيد وقفت معاه شويه مع الراجل شويه واتكلمنا شويه، والراجل رحب بده وقال لي بس بعد اسبوع، كان في ضغط مباراة كده مباراتين مهمين جدا، فقال لي بعد اسبوع الماتشين بتبتدي معانا، لان ما كانش في وقت كمان ما كانش وقت ان انا احضر التمرين يمكن، فاداني ميعاد بعد اسبوع والحمد لله بدات بقى لي حوالي اكتر من 10 ايام وبتناقشوا في التمرينات. طبعا هو للامانه راجل محترم جدا، لان في مدربين بتخاف شويه انه يدي معلومه او يدي فكر او في وقت في ظل الظروف دي، لكن الراجل بالعكس متعاون جدا جدا جدا. واكيد الكابتن سيد نقل له الصوره ان انا يعني بعتبر نفسي ابن من ابناء النادي الاهلي وليا تواجد، فاكيد برضو الحاجات دي خلت الراجل عنده الثقه ان انا عندنا هنا بعض الصور مع دي كابتن وليد سليمان. دي كانت النهارده دي النهارده يعني كان شايف النهارده استعدادات اللعيبه. طبعا بطوله الدوري امبارح اتحسمت، لكن رغبه اللعيبه عندك مباراه جايه امام الزمالك. لا دي مباراة كبيرة طبعا، وانا شايف ان طبيعة النادي الاهلي بتسلم عليك قبل التمرين النهارده الحمد لله. يمكن زي ما بقول لك يا اسامة، انا عايز بحاول استفاد من كل حد بشوفه كويس، لان ده المدرب الكويس الشاطر اللي يتعاون يعني بيحاول يستفاد من كل واحد يشتغل معاه. فانا زي ما بقول لك انا شايف ان مارسيل كولر من المدربين الشاطرين جدا جدا جدا، لان لو دخلت حللت الفرقة في الفترة الأخيرة، لا تطور جماعي بشكل كويس جدا جدا، تطور فردي بشكل كبير جدا، وعلى المستوى البدني كمان. ما انا لسه اقول لك اهو، على المستوى البدني تطور هايل. فكل دي خد بالك من نقطه مهمه جدا يا اسامه، في ضغط مباريات غير طبيعي طبع. انك تقدر تحقق كل المعادله الصعبه دي، انا شايف ان ده نجاح للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. يعني شفت ازاي القرار اتاخد من بدايه الموسم الكابتن محمود الخطيب، وكان قرار بص يعني قرار مهم جدا، ثلاث سنين وبتحقق بطولات في موسم بخط دلوقتي، يعني كمدرب اهميه وقيمه فتره الكوره دلوقتي موسم علشان السنه دي، يبقى القرار ده يترتب عليه توفيق ربنا، بعد توفيق ربنا خمس بطولات للنادي الاهلي. وانا شايف ان ده من افضل القرارات اللي اتخذت فنيا من مجلس الاداره الفتره الاخيره. يمكن احنا كلنا بنعاني الموسم اللي فات واللي قبله، حققت بطوله افريقيا تمام، الوقت المناسب تقريبا كان من اهم او الناتج على ارض الواقع بخمس بطولات، خمسه من خمسه. فده كان قرار صائب بشكل كبير جدا. يمكن ده باين على اللعيبه في البدني وفي الفني وفي الذهني. خد بالك يا اسامه ان الفكره مش فكره بدني بس، حتى الاصابات انت كنت بتعاني السنين اللي فاتت من كم الاصابات اللي عندك، يبقى عندك يتم لك الاستعدادات بشكل كبير مع اللعيبه دي. اللعيبه دي كانت فعلا محتاجه خلاص ذهنيا وبدنيا خلاص، يعني ما كانش عندها حاجه تديها اكتر من كده اسامه، فكان لازم تفصل المكنه، لازم ترجع اشتغل مره ثانيه. وبالفعل انا شايف ان الاداء كمان الموسم ده اكتر من رائع، يعني مع النتائج الاداء كمان بيتحقق بشكل كبير جدا. يعني شايف مباراة الأهلي والزمالك اللي جاية ازاي؟ بالرغم ان الأهلي خلاص يعني بطولة الدوري حسمها، لكن مباراة الأهلي والزمالك تظل مباراة الأهلي والزمالك، بيتابعها ملايين الملايين في كل الوطن العربي، وتظل قمة. حتى لو الزمالك في مش يعني السنة دي مش في أفضل حالاته، في المركز الثالث أو الرابع، لكن تظل مباراة الأهلي والزمالك مباراة قمة. أكيد، بس طبعًا في البداية مش عايزين ننسى نبارك للنادي الأهلي، المجلس الإدارة والجماهير والجهاز الفني واللعيبة على بطولة الدوري. تكملة للمشوار اللي بدأ، ودي خمس بطولة، ودي من أنا شايف إنها من إنجازات، يمكن بتفكرنا بالجيل مع مستر مانويل جوزيه والجيل اللي إحنا كنا موجودين فيه تقريبا. أنا فاكر إن في سنتين تقريبا خمسة من خمسة برضه، خمسة من خمسة نفس كنا بنيجي في كأس العالم ومنوع شوية، بس كان في برونزية. فاكر الأوفر الوحش قوي ده اللي أنت خليته حلو ده، يعني بص أوفر وحش جدا وجاي ورا وكل حاجة، لكن إيه لا الفكره الاوفر راح لمين؟ راح لراجل هداف. لا طبعا المباراه لا تنسى طبعا يعني، وانا بحييك لان لا خلي بالك الهدف ده في الدقيقه كام؟
108 تمام صح؟ ما انا عايز احييك على حاجه. 108 لا، وابو تريكه بكامل لياقته ما شاء الله، وبيحطها لاحمد صديق المنطلق برضه بكامل قوته الحمد لله وسرعته عشان يحطها. الحمد لله. يمكن انا بحييك يا اسامه بجد، لان المباراه دي يمكن انت جبت الثالث والرابع، لكن قبلها على طول انت مضيع واحده صعبه جدا، فلو لعيب ما عندوش يعني صعبه تضيع، يعني صعبه تضيع كانت سهله جدا. فمحدش يقدر يعمل كده غير لعيب عنده ثقه بجد. يعني فلا انا بحييك جدا، لان انت بعد الكره دي لو حد غيرك، او بمعنى صح لو واحد ما عنده ثقه في نفسه كان ممكن يخرج بره المباراه تماما، لكن انت بعد الكره دي انك تقدر تحرز هدفين نحقق بيهم بطوله وعلى نادي كبير زي نادي الزمالك، فدي كانت من البطولات والمباريات اللي كانت ممتعه بالنسبه لنا. يعني فمباراه القمه زي ما انت بتقول، مباراه قمه انا شايف انها بتبقى بطوله. الهدف او خلاص ان انا الاهلي حقق بطوله الدوري، الهدف الاكبر خلاص اتحقق، لكن برضو اكيد اللعيبه والجهاز الفني بيبقوا عارفين ان دي بطوله خاصه. يمكن زي ما انت بتقول نادي الزمالك ممكن ما يكونش في افضل حالاته، لكن ما نقدرش ننكر انه في الفتره الاخيره بدا المستوى الفني لنادي الزمالك يتحسن بشكل كبير. وتاني وتالت ومليون مباراه اهلي والزمالك ملهاش مقياس فعلا، خارج التوقعات، خارج كل التوقعات، سواء ولا نتيجه ولا اداء لاي فرقه من فرقتين. لكن ان شاء الله نتمنى ان يبقى التوفيق مع النادي الاهلي، خصوصا انه ماشي بخطوات ثابته حتى في الاداء وفي النتائج. يمكن من الحاجات النجاحات اللي عاملها مستر كولر الروتيشن الكتير اللي بيعمله مع اللعيبه، خلي بالك من النقط المهمه النهارده، هو بتعمل الروتيشن كمدرب، انت خالق جو التنافس بين اللعيبه، وفي نفس الوقت انا ما بحسش مين الاساس ومين الاحتياط، ان كله على مستوى بدني واحد، مستوى فني واحد، في تكافؤ دلوقتي في المستويات كلها. بص يا سامي، لو اتكلمنا على الراجل ده هنلاقي في حاجات كتير قوي حلوه بتحصل، هتلاقي نجاحات كتيره جوه الكواليس بتحصل، منها الروتيشن او التدوير اللي بيعمله ده. انت بتتكلم دلوقتي عندك لا يقل عن اكتر من 20 او 25 لاعب كلهم جاهزين، صح كده ولا لا؟ اي مظبوط. بتتكلم بالمباراه للثانيه مش اقل من 6 7 لعيبه موجودين عن المباراه اللي قبلها، ده نجاح كبير جدا للجهاز الفني. ومع ذلك النتائج ثابته، الاداء ثابت بشكل كبير جدا، ده نجاح كبير جدا جدا. زي ما بقول لك، انا لما فكرت حتى اشتغل او اروح اعيش مع الراجل ده شويه، عشان انا شايف في حاجات. طب ايه اللي شفته مختلف في كولر في فتره المعايشه دي؟ انت بقالك كام يوم دلوقتي مع كولر؟ يعني تقريبا داخل في اسبوعين، حوالي اسبوعين. اسبوعين يعني فتره مش صغيره. يمكن بس ابرز اللي شافه احمد صديق في كولر لفت نظره. هو الراجل ده بيهتم بكل حاجه، يعني بيهتم بالتفاصيل الصغيره، وخد بالك المدرب الشاطر بجد، المدرب الشاطر بيهتم بكل التفاصيل الصغيره. يعني مش ملعب بس؟ لا طبعا. ما ينفعش المدرب يبقى ملعب بس. وللامانه عشان بخس حق كابتن حسام البدري، انا من الحاجات المهمه جدا اللي عشتها معاه واستفدتها معاه، انه بيهتم بكل التفاصيل يا اسامه، بيهتم بكل حاجه. مستر كوره نفس الشيء، بيهتم بكل حاجه، يمكن محاضره قبل التمرين، ولو في كلام بشكل فردي مع اللعيبه بيتكلم، سواء من خلال في وسط التمرين او بعد التمرين، ده انا بشوفه كويس. يمكن هو عنده او محتاج وقت كمان، يمكن من ضمن الكواليس في الكلام معاه ان هو بيقول كمان ان ضغط المباراه مخليه مش عارف يشتغل. اكيد في عوامل نجاح، ابرز عوامل النجاح اللي ساعدت النادي الاهلي دي من وجهه نظر كابتن احمد صديق. هو اكيد ما نقدرش نقول اكتر من اكيد، بدايه ان مجلس الاداره وفر كل حاجه للجهاز الفني واللعيبه، ده اساسي. ما ينفعش ان انا يبقى عندي كل النجاحات دي الا لو في ظهري مجلس اداره فاهم كويس هو بيعمل ايه، وبناء على كده خد القرار ان اللعيبه تريح الموسم اللي فات. تمام. بداوا بشكل محترم جدا كفتره اعداد. كمان المدير الفني، انا لسه بقول لك اهو، ما انا بكلم يعني واحد بعد كده اختيار مدير فني ليه اسمه كبير جدا جدا، ماسك منتخب سويسرا، ليه باع كبير جدا في الدوري في اوروبا، كل دي حاجات بتفرق كتير جدا. الاهم من ده كله انا شايف من اكتر النجاحات اللي حصلت اسامه، الصفقات اللي حصلت بدايه الموسم. بمعنى ايه؟ كل الناس كانت تتكلم الاهلي محتاج 10 لعيبه، والاهلي محتاج تقريبا، احنا جبنا حوالي 3 لعيبه او 4 لعيبه مش اكتر من كده. صح كده ولا انا يعني انا داخلني الذاكره، تقريبا احنا ما جبناش اكتر من كده. بس مع رجوع بيرسي تاو لمستواه ومن الاصابات، مع رجوع كهربا بالشكل الفني الهايل او الكويس جدا جدا اللي بيحققه دلوقتي، انا شايف ان دول كمان تقدر تقول صفقتين جداد اضافوا للصفقات النادي الاهلي. فكل ده، كل دي خطوات وصلتك ان انت دلوقتي تاخد 5 بطولات من 5. كريم فؤاد كمان انت بتلعب في الحته دي، لعبت فيها كتير، باك رايت دي، جه على بالك توظيف كريم فؤاد؟ ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله، ويرجع يعني سريعا لصفوف النادي الاهلي، وهيرجع مع بدايه الموسم. توظيفه من باك رايت لحته الوينج دي واجاد فيها بشكل كبير، وحجز مكانه الاساسي، وكمان سجل في مباراه الزمالك في السوبر، وسجل في مباراه الدوري، وكمان ده تقريبا في بدايه الدوري 4 5 مرات كان
اربع خمس خمسه اسيست وجولينها ثلاث يعني، لكن لاعب في المباراه كان بيأدي بشكل كويس جدا جدا، ان شاء الله يرجع احسن من الاول باذن الله. دي تحسب للجهاز الفني. ما انا بقول لك لو دخلنا في الفنيات مع الراجل ده هتلاقي حاجات كتيره جدا بتتكلم في 4-3-3 دي اللي كل الناس بتخاف منها في مصر. او بمعنى اصح لو انت انا واحد من الجمهور دلوقتي بتسالني وشوف الاهلي بيلعب 4 اقول ليه بيدافع؟ مش كلنا كنا بنقول كده ولا كلنا فاهمين او عندنا فكر ان 4-3-3 دفاعيه بشكل كبير جدا، لكن الراجل بيأدي بشكل هجومي ما فيش اجمل من كده. حتى انا لما من ضمن الاسئله او الكلام اللي بينه وبينه قلت له احنا في مصر انت دلوقتي بتأدي 4-3-3 بشكل ما فيش اعظم من كده هجوميا ودفاعيا، فبقول له احنا في النادي الاهلي متعودين 4-2-3-1 عشان ناحيه هجوميه قال لي لا الموضوع مش كده خالص، هو توظيف اللعيب هو ده وانا ايه المطلوب من اللعيب ده وايه المواصفات اللي ينفع اللي يقدر يلعب 4-3-3 يعني ما هو بيتكلم على 2-8 دول مش اي حد يلعبها طبعا. فكل دي حاجات انا استفدت منها. توظيف حمد فتحي وديانج قبل رحيله والتوظيف الجديد وديانج كمان، ما هو ده اللي ما هو ده انا يعني مش عايز ادخل في تفاصيل كتيره انا سالته في كل الحاجات دي بقى. ما انا عشان كده مش عايز ما انا بقول لك في كواليس كتيره يعني زي ما قلت لك دي حاجه بجد اسرار الشغل لكن انا بقول لك انا على المستوى الفردي استفدت كتير جدا من الراجل ده بامانه. توقعت عوده كهربا بالتالق الكبير ده لما بنشوف الكوره واحد غايب بقاله فتره عن الملاعب مع العوده ممكن اول ماتش او ثاني ماتش ثالث ماتش المستوى ممكن يرخف الثاني انخفاض اللياقه البدنيه، لكن توقعت تالق كهربا من المستوى الكبير والاستمراريه دي؟ لا محدش يقدر يقول انك اتوقع التالق او الاداء الجيد جدا جدا بالشكل ده لكن هو عشان لعيب كويس قوي قوي فقدر انه يرجع بسرعه مع طبعا اكيد جهاز فني وصله انه يبقى يوصل للمستوى الفني ده. ما انا بقول لك الراجل اللي عنده نجاحات كبيره جدا اسامه، اتكلم على الشكل على الشكل الجماعي للفرقه هتلاقي نجاحات من الراجل ده بشكل كبير جدا. اتكلم على المستوى الفردي للعيبه بعض اللعيبه حسين الشحات وبيرسي مين بيعجبك اداؤه يعني السنه دي في لعيبه النادي الاهلي او لفت نظر احمد صديق حصل معاه طفره السنه دي مع كوره زي ما احنا لسه بنقول كهربا رقم واحد لاسباب كتيره ممكن ما تبقاش اسباب فنيه بس لكن ذهنيا خد بالك ان كهربا كان محتاج شغل ذهني ونفسي اكتر منه فني كل ده فانه يوصل بكل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده نجاح كبير جدا. حسين الشحات طبعا لعيب كبير لكن المستوى البدني فني ما حدش يختلف على حسين الشحات لكن المستوى البدني اللي بيأدي بيه حسين الشحات دلوقتي وصله انه يبقى من افضل اللعيبه في الفرقه. بيرسي تاو تكلم من واحد ماتش والتاني ويتصاب صح كده؟ ده كان دلوقتي ده السنه اللي فاتت ما انا بكلمك دلوقتي من احسن ناس في الفرقه من افضل اللعيبه في الفرقه تتكلم على حمدي فتحي تتكلم على مروان عطيه اللي هو لسه جاي من نادي الاتحاد حجز مكانه بقى واحد اساسي ورقم واحد في منتخب مصر محمد هاني في حاجات كتير. لا انا السنه دي وانت في المكان ده ولعبته كتير محمد هاني بالنسبه لي السنه دي ما انا بقول لك اهو يعني موسم استثنائي كمان محمد هاني على مستوى الشخصيه على مستوى الفن كمان ودي اكتر كمان اسامه مستوى الشخصيه ما انا بقول لك الراجل ده انا شايف انه ناجح بنسبه 100% في حاجات كتير قوي في امور فرديه وجماعيه. تكلم على محمد هاني الموضوع اختلف تماما شخصيه فنيات ما حدش يقدر يتكلم على محمد هاني لكن شخصيه بقى انت دلوقتي بتشوفه لا بقى لعيب كبير في الملعب بقى كابتن النادي الاهلي تتكلم برضو الشاره دي مش اي حد طبعا فكل دي شخصيه كل دي تكوين شخصيه فانا شايف ان الراجل ليه نجاحات كبيره جدا جدا مثلا. بطوله افريقيا السنه دي كانت من اصعب البطولات. انت خدت كام بطوله افريقيا مع النادي الاهلي؟ اربعه ما شاء الله اربعه الحمد لله. السنه دي كانت بطوله خاصه السنه اللي فاتت واجهتك او واجه النادي الاهلي بعض الظروف الصعبه السنه اللي فاتت بعد الجو كانت موجهه كانت موجهه طبعا ما كانتش يعني عايزه النادي الاهلي طبعًا يوصل طبعًا لكن يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان السنه دي النادي الاهلي يكون موجود في النهائي امام المنافس نفس المنافس على نفس الملعب. كان عندك شك ان النادي الاهلي رغم من نتيجه المباراه الاولى 2-1 والبعض طلع وقال لك المباراه هناك صعبه وملعب محمد الخامس وجماهير الوداد كان عندك شك ممكن النادي الاهلي يخسر البطوله ولا كان عندك يقين بالله ان الاهلي ممكن يقدر يرجع بالبطوله من هناك؟ والله يا اسامه انا من اكتر الناس اللي كانت متفائله جدا ان الاهلي هيرجع بالبطوله ومش قبل المباراه النهائيه بس يمكن من بعد دور المجموعات وانا بقول ان النادي الاهلي هياخد البطوله وزي ما انت بتقول كان ليها طبع خاص انك الوداد والمباراه الثانيه في المغرب وبعد الاحداث الكبيره اللي شفناها وبعد 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 كل دي تخلي البطوله ليها طعم خاص وخصوصا ان البطوله اللي قبلها احنا كلنا كنا شايفين ان الموضوع شبه موجه ان الاهلي ما ياخدش البطوله للمره الثالثه على التوالي فالاهلي قدر يعمل ده في ظل الظروف دي وبعد مباراه كمان ما نقدرش بص يا سما الكوره فيها حاجات صغيره بس مهمه جدا ان الاهلي بعد ما يخسر من صن داونز 5
وتاخد بطوله افريقيا ده يحسب للجهاز الفني واللعيبه. دي حاجه مش سهله في الكوره. خلي بالك الاداره انها تاخد قرار دعم والابقاء على الجهاز الفني ودعم اللاعبين. ما انا بقول لك يا اسامه الاداره لها دور كبير جدا جدا في الموسم ده. انا قلت لك من بدايه كلامي ان مجلس الاداره له دور كبير جدا. ما حدش يقبل ابدا يقبل ان النادي الاهلي يخسر 5. كان ممكن تلاقي تغيير في الجهاز الفني وفي اللعيبه وفي خصومات مجلس الاداره ما عملش كده خالص. استقرار، خرجوا على المباراه اللي بعدها بكل تركيز، قدرنا نكسب مباراتين قطن وبعد كده الهلال، قدرت تحقق البطوله في النهايه. فده فكر، وده يعني انا عايز اقول كلمه يعني كابتن محمود الخطيب اسم كبير في الكوره، فاكيد كل دي خبرات موجوده. مش يعني احنا بنبدا بنقول ايه لما بتيجي في جهاز تقول ده جهاز بتاع كوره، صح كده؟ صح. تيجي في مجلس اداره تقول ايه؟ ده مجلس اداره بتاع كوره، بتاع كوره، ناس كويره يعني. بالظبط كده، القرار بيطلع من ناس عندها خبرات كبيره. فعشان كده النتيجه اللي احنا بنشوفها دلوقتي 5 بطولات من 5، بطوله افريقيا اللي هي اللي كانت مهمه جدا جدا بالشكل وبالاداء. وزي ما بقول لك يمكن في ناس ليها مقوله كتيره جدا بتقال يا اسامه، يقول لك ان النهائيات تكسب ولا تلعب، صح كده؟ صح. انا وجهه نظري ان الاهلي كسب ولعب، يعني اداء ونتيجه. خلي بالك وده يرجعنا لنهائي افريقيا مصر والمغرب تحت مواليد 2001 منتخب الاولمبي. تمام. قدم مباراه رائعه، الاجواء هناك صعبه جدا. تخيل النادي الاهلي وهو موجود هناك كانت الاجواء اصعب، لكن النادي الاهلي بخبراته وبتوفيق ربنا طبعا قبل طبعًا كل شيء طبعًا قدر يتجاوز المطب الصعب ده. طبعا. فعشان كده بقول لك البطوله دي كانت مهمه جدا وبطوله غاليه جدا. انت بتتكلم يعني طبعا ما نقدرش بنحيي طبعا المنتخب الاولمبي على الاداء والرجوله اللي ادوا بيها بشكل كبير جدا، وبنهنيهم طبعا على الصعود للاولمبياد، وكنا نتمنى انه يحقق البطوله، لكن الموضوع صعب. الموضوع في المغرب وفي تونس ونهائي وفي الجزائر الموضوع بيبقى صعب جدا. فالنادي الاهلي قدر يكسر كل الحواجز دي بمكسبه في النهائي وتحقيق البطوله ال 11. اخيرا بقى طموحات الكابتن احمد صديق الفتره اللي جايه، وممكن نشوف الكابتن احمد صديق في يوم من الايام بيشتغل في الجهاز الفني في النادي الاهلي. والله ده شرف كبير جدا وحلم مش ليا انا بس، حلم لاي حد. وحلم لاي حد كمان ممكن يكون لاعب او يشتغل في النادي الاهلي. فطبعا ده حلم واكيد حلم مشروع ليا والناس كتيره جدا. طبعا ده من ضمن اهدافي، اتمنى ان يبقى في القريب العاجل، لكن حاليا طبعا بركز زي ما بقول لك يمكن الحمد لله مؤخرا في اكتر من عرض في الممتاز به، بس لسه بنشوف موضوع دوري المحترفين هيتعمل ولا لا. ان شاء الله نختار افضل حاجه فيهم، ويا رب كده يكون ليا دور ونقدر نساعد النادي الاهلي في اي حاجه وفي اي موقع، يعني ده طبيعي جدا يعني. ان شاء الله، واحنا بنتمنى كل التوفيق يا كابتن احمد، والحلقه الجايه بقى نستضيفك وانت مدير فني كبير ومتالق في الدوري الممتاز كمان وبتحقق يعني بطولات وانجازات باذن الله. ان شاء الله يا اسامه موفق دايما، وان شاء الله نشوفك على خير دايما باذن الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر ضيف الكابتن احمد صديق نجم الاهلي السابق. نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي، والأهلي دايما رقم واحد.